الناس اللي بتعاني من الدهون اللي تحت الرقبه او من مشكله اللغده زي ما بنقول، يعني كلنا بنقول انه ملهاش حل، ولو ليها حل هيسيب اكيد جرح او علامه معينه، فطبعا هتبقى واضحه جدا. عايزين نقول للناس ازاي نحل المشكله دي من غير ما تسبب لنا اي جرح او اي علامه. منطقة اللغد ممكن تكون حاجتين، أولا ممكن تكون هي تهدل في الجلد، الوش نزل لتحت فعامل لي زي هنا لغد أو منطقة، تيجي تمسكيها تلاقيها فاضية، تلاقيها جلد فاضي. صحيح. بتظهر خصوصا في الناس اللي خست كتير قوي في وقت قليل. دي حاجة. حاجة تانية ممكن تكون هي فعليا دهون، أنا مسكت لقيت دهون تحت إيدي. يعني دي حالة كان عندها تهدل، ظهر لك إن هي عندها زي رقبة الديك الرومي كده، الرقبة عندها تخينة عريضة. لو يظهر لنا هي ما تتعالجش، هي بتتعالج عن طريق الحاله دي، بتتعالج عن طريق خيوط. تمام. خيوط علاجيه. هنلاحظ ان الحاله دي معاها منطقه الجو لاين او منطقه الفك، عندها زي حتتين نازلين من عند عظمه الفك. الحتتين دول مقصرين على الرقبه، يعني الوش لما بينزل لتحت بتلاقي التهدل او الساجي سكن الجلد متهدل كمان. ينزل على الرقبه كمان، فغير ان الرقبه فيها تهدل نزل عليها تهدل من البشره. تمام. فالحاله دي هنعالجها عن طريق نرفع خيوط الوش، نرفع منطقه الجو لاينز او الفك، نرفعهم بالخيوط، وبعد كده نبتدي نعالج منطقة الرقبة. لو احتاجت بعد كده، غالبية الحالات لما بنرفع خيوط للوجه بتتعالج منطقة الرقبة معانا. فلو احنا رفعنا الوش وكانت النتيجة تمام خلاص، لا رفعنا الوش ولسه محتاجة، نبتدي نعمل خيوط لمنطقة الرقبة. تمام. رفعنا الوش والرقبة ولسه باقي سن الدهون بسيطة، نعمل لها ميزو لايبوليسز أو تفتيت دهون موضعي بالميزوثيرابي. حلو جدا. بيذوب الدهون، الجدار الخارجي بتاع الخلية الدهنية. بس كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي اب تو ليميت، يعني انا ليا حد معين، في حاله بيبقى عندها لغد كبير قوي، ساعتها بنعمل لايبوساكشن او حاجه جراحيه شويه. تمام. فعلى حسب السيفيريتي بتاع الحاله او حسب كميه التهدل، كميه الدهون الموجوده عندنا، نقدر نقيم الحاله. تمام. يعني طب البنات بقى اللي لسه صغيرين في السن وبيعانوا من المشكله دي، معنى كده انه يبداوا على طول يعالجوها قبل ما نبدا البنات الصغيره دي؟ غالبا ممكن تكون جلسه او اتنين ميزو ثيرابي او ميزو لايبوليسيس هتحسن لها الموضوع. تفتيت دهون موضعي لمنطقه الدقن، بتذوب الجدار بتاع الخليه الدهنيه، بنعمل جلسه كل اسبوع، وبعد كده بتشد الجلد معانا، يعني مش بنذوب والدهون تروح تقوم يعمل تهدل، لا هي فيها ماده بتذوب الدهون، فيها ماده بتشد الجلد الموجود. تمام.